محقق مفقود. اختطف المحقق هنري باركر أثناء تحقيقه في قضية صعبة. اكتشف صديقه المحقق ديفيس أن أحد زملائه كان خلف اختفائه. زار ديفيس منزل باركر فقدمت له زوجة صديقه ورقة ملاحظات. طلب مني هنري أن أعطيك إياها إن حدث شيء له. أرجوك عثر على زوجي. كتب على ورقة الملاحظات عدد من 4 أرقام 9135. طفق ديفيس في استجواب زملائه. قال سالم: لقد ذهبت في إجازة طوال الأسبوع، هل نسيت؟ قلق جوهر وقال: لم أرى باركر منذ بضعة أيام، هل تعتقد أن شيئا فظيعا قد حدث له؟ وأجابت نورا: أنا مجرد متدربة هنا، كلفني المحقق باركر بمهمة وكنت منهمكة فيها. فكر ديفيس لبعض الوقت ونظر إلى الملحوظة مجددا وعرف من المذنب. لديك 7 ثوان لفعل الشيء نفسه. كان ذلك سالم. 9 و2 و3 و5 الحروف الثانية لهذه الأرقام تشكل الاسم. المشتبه الرئيسي. في إحدى الأمسيات ذهبت إما لرمي القمامة من المقهى، وفجأة عندما همت بالمغادرة لاحظت أمرا غريبا في الزاوية خلف حاويات القمامة. كانت شابة في مقتبل العمر وفاقدة للوعي. هرعت إما إليها، كانت حقيبة الفتاة وهاتفها الجوال ملقيان بجانبها على الأرض، وأول اسم في قائمة الاتصال أختي الكبيرة. اتصلت إما برقمها وسمعت صوت أنثى: لقد وجدنا أختك ملقاة على الأرض، يبدو أن شخصا ما قد ضربها على رأسها. فأجابت: يا للمصيبة، أنا قادمة فورا. ومن ثم اتصلت إما بالشرطة. وصلت الأخت وضباط الشرطة إلى المكان في الوقت نفسه. أشارت إما إلى الأخت وصرخت: ألقوا القبض عليها، فهي الفاعلة. لماذا قالت ذلك؟ لم تخبر الأخت بمكان الحادث، فكيف عرفت العنوان؟ ساعة يد مفقودة. كانت ميا مساعدة في المتجر على متن سفينة سياحية فاخرة، وفي إحدى المرات وجدت ساعة يد مكلفة للغاية في المتجر الذي تعمل فيه، وأعلنت ذلك على الراديو. وسرعان ما ظهر أمامها 4 أشخاص، وكل واحد يزعم أنها ملكه. نظرت إليهم ميا جميعا بتمعن، وأدركت من صاحب ساعة اليد هذه. هل يمكنك معرفة ذلك أيضا؟ للرجل بقعة لساعة اليد خلفتها الشمس، لكنها أكبر من ساعة اليد التي وجدتها ميا. للشابة ساعة يد في يدها اليسرى، لما سترتدي واحدة أخرى؟ من المؤكد أن السيدة العجوز شاردة الذهن، فكلبها يرتدي ساعة يدها كطوق لعنقه. لذا من المؤكد أن ساعة اليد ملك للفتى المراهق. عالم غامض. وضعت جوانا رهانا مع أصدقائها. اضطرت إلى الذهاب إلى منزل مقفر في وسط المدينة ليلا. لا أحد يعيش هناك، ويفترض أن يهدم المنزل قريبا. لكن تقول الإشاعات أن عالما مجنونا يستعمل ذلك المبنى كمختبره الخاص. في حوالي الساعة 3 صباحا رأت الفتاة مبنى كبيرا ومخيفا. كان الباب مفتوحا قليلا. دخلت المكان ورأت رواقا كبيرا ومظلما. وفجأة أشعل شخص ما الأنوار. فرأت جوانا رجلا غريب المنظر يرتدي زي المختبر. وقف هناك وحدق فيها لبضع ثواني قبل أن يقول: صباح الخير، أنا دكتور كلارك. فأجابت جوانا متعجبة: لكنك لست حقيقي، كيف عرفت الفتاة ذلك؟ رغم أن للعالم انعكاسا في المرآة، لكنه لا يملك ظل، كان مجرد مجسم من ثلاثي الأبعاد. حادث في استوديو الرقص. في إحدى المرات وجد مالك استوديو الرقص ديلان أحد المدربين مستلقيا على الأرضية في إحدى الغرف. لقد ضرب شخص ما الرجل على رأسه. اتصل المالك بالشرطة، فاستجوبوا العمال في استوديو الرقص والزوار، ووجدوا 3 مشتبه فيهم.
كلوي ترتاد الاستوديو باستمرار، وقالت إنها لم تزر المكان منذ عدة أيام، كانت في إجازة وقضت وقتها في الاستجمام على الشاطئ. إيثان مدرب آخر أخبر الشرطة أن صديقه قد اتصل به وطلب منه المساعدة، لهذا السبب غادر الاستوديو قبل مجيء ديلان إلى العمل. لايلا حبيبة ديلان اعترفت أنها تشاجرت معه في الصباح، لكن بعد ذلك ذهبت إلى صديقتها المقربة وأخبرتها بما حدث بينهما، فهم ضباط الشرطة على الفور من وراء هذا الهجوم. كانت كلوي قالت إنها قضت العديد من الأيام على الشاطئ بينما بشرتها شاحبة للغاية، بوابة واحدة فقط. اشترك لوك في تجربة علمية، لكن حدث خطب ما انتهى به الأمر في مكان حيث لا توجد به سوى ثلاثة أبواب، أحدها يؤدي إلى صحراء قطبية في أنتاركتيكا، ويفتح الثاني على فوهة بركان مليء بالحمم البركانية، وخلف الباب الثالث سيجد نفسه في عصر الديناصورات حيث تجوب مخلوقات الديبلودوكس الأرجاء. أي بوابة ينبغي أن يختارها الرجل؟ سيتجمد لوك من شدة البرد في الصحراء القطبية، ولا يمكن أن تكون الحمم البركانية خيارا بالنسبة له، لكن مخلوقات الديبلودوكس ليست خطيرة على الإطلاق، فهي لا تأكل سوى النباتات. مدرسة خطيرة. كانت مارتا تمشي عبر المنتزه بالقرب من منزلها في المساء، كان الظلام يخيم على المكان ولا أحد في الجوار، وفجأة استل أحدهم حقيبتها من الخلف وتوارى عن الأنظار. لحقت به مارتا، كانت متيقنة أن هذا الشخص سيدة، لكنها لم تستطع رؤية مظهرها بوضوح أو ملابسها. اختفت السيدة خلف مبنى المدرسة، عندما هرعت مارتا إلى الداخل رأت ثلاث مدرسات. نظرت إليهن الفتاة بكل تدبر وعناية، وسرعان ما اكتشفت أي واحدة منهن قد سرقت منها حقيبتها. هل يمكنك فعل الشيء نفسه؟ لا يمكن للسيدة في المنتصف أن تهرب بتلك الجبيرة في قدمها، وتلك على اليمين ليس لديها شيء بين يديها. أين ستتمكن من إخفاء حقيبة مارتا بتلك السرعة؟ لكن السيدة على اليسار لديها حقيبة تسوق كبيرة على كتفها، لا تحتاج مدرسة حقيقية إلى حمل مثل تلك الحقيبة إلى الصف. لوحات مفقودة. كان المحقق هنري تايلور يستعد للذهاب إلى العمل عندما سمع صراخا في منزل جاره، هرع إلى هناك ووجد الباب مغلقا. اضطر الرجل إلى ركله عدة مرات قبل أن يتمكن من فتحه أخيرا. وجد جارتها الآنسة أندرسون في غرفة الجلوس، كانت مقيدة بكرسي. أوه، أنا سعيدة فعلا لأنك سمعت صراخي، فمنذ ساعة طرق رجل علي الباب وقال إنه عامل الكهرباء، لكن بمجرد أن سمحت له بالدخول قيدني بالكرسي وأخذ جميع لوحاتي الثمينة التي ورثتها عن جدي، ومن ثم لذ بالفرار وتركني هنا. اضطر المحقق تايلور إلى اعتقال الآنسة بتهمة اختلاق حادث سرقة. كيف عرف ذلك؟ عندما حاول دخول المنزل كان الباب مقفلا من الداخل. من سيفعل ذلك إن كانت الآنسة أندرسون مقيدة بالكرسي واللص قد غادر المنزل بسرعة؟ حادث سيارة. لطالما حلمت إيميلي بالحصول على سيارة أحلامها منذ أزل بعيد، وأخيرا لقد حصلت عليها. كانت الفتاة سعيدة للغاية لدرجة أنها ذهبت لقيادتها على الفور. كانت سائقة يقظة ولم يسبق لها أن خالفت أيا من القوانين المرورية، لكن فجأة سمعت صوت اصطدام ودفعت سيارتها إلى الأمام. عندما عادت إلى صوابها رأت سيارة تويوتا حمراء تتوارى عن الأنظار، لقد صدمها وهرب. انزعجت إيميلي للغاية، ورغم مزاجها الفظيع واصلت طريقها، وبعد 10 دقائق رأت سيارة تويوتا الحمراء نفسها مركونة أمام المقهى. هرعت إيميلي إلى الداخل ورأت ثلاثة زوار. لم تحتج الفتاة إلى الكثير من الوقت لمعرفة السائق الذي صدمها بسيارته.
إنه الرجل على اليمين، فالزائران الآخران يتناولان طعامهما مسبقاً بينما لا يزال هو يتفحص قائمة الطعام. كرة عالقة. كان مارتن يلعب بكرته الجديدة، وفجأة ركل كرة القدم بقوة كبيرة. طارت الكرة في الهواء ووقعت داخل أنبوب في السياج. كانت المساحة ضيقة للغاية بالداخل، وبالكاد اتسعت للكرة هناك، ومع ذلك وصلت إلى الأسفل. وبعد محاولات عدة لم يستطع مارتن إخراج الكرة من الأنبوب. لحسن الحظ انضم إليه صديقه ديفيد، وفي لمح البصر ساعد الفتى الثاني مارتن على استعادة كرته. كيف فعل ذلك؟ استعمل ديفيد خرطوم مياه ملقا بجانبهما، ملأ الأنبوب بالمياه فطفت الكرة. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.